والجاد جاهزة. أندروف انطلق سادس أشواط لمسيا للخيل المهجنة الأصيلة الكلاس 2 على مسافة 1700 متر، انطلاقة موفقة للجياد وانطلاقة قوية لمسام على الصدارة وعلى المركز الأول كالعادة. مسام للشيخ خالد بن جاسم الثاني مع توماس لوكاسك يخطف الصدارة ويخطف المركز الأول ويسحب السباق. الشوط المركز الثاني الآن لدينا الجواد الشماني لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني مع ألبرتو سانا في ثاني المراكز في وضع جميل. المركز الثالث حاليا التقدم مع الجواد جالاكتيك برنس لشاهين بن خالد الغانم مع ديفيد ألان. رابع المراكز المرشح الأول الجواد اللي هو إرنست أولدريتش لعبد اللطيف حسين العمادي بقيادة جي بي جامبير. خامسا والجواد اللي هو بالشعر البرتقالي لدينا هاي كوماندر لمنصور بن إبراهيم المحمود مع قيس البوسعيدي. عودة للصدارة وعودة إلى ابن دباوي. مسام لا يزال متصدر السباق ومتصدر المشهد مع الشيخ خالد بن جاسم الثاني والخيال توماس لوكاسك بتدريب إبراهيم المالكي. التقدم جميل الآن مع الجواد الشمان اللي يضع نفسه في موقع ممتاز لسمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. التقدم ولعاز من قبل جالاكتيك برنس على المركز الثالث مع ديفيد ألان. رابعا التحرك مع إرنست أولدريتش الآن يبدأ بالتقدم في وضع ممتاز. وخامسا لدينا الجواد هاي كوماندر. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. الأفضلية تبدو لي حاليا للشمان الذي لا يزال في وضع اليد ويخطف المركز الأول الآن. التقدم والتدخل من قبل الجواد مسام مرة أخرى يجدد، والتحرك والتأخر نوعا ما من قبل إرنست أولدريتش، ولكن الصدارة والمنافسة بين الشمان وبين مسام على المركز الأول وعلى الصدارة. الشمان يتقدم برأس الآن. التدخل مرة أخرى من قبل مسام، ولكن الشمان على الصدارة وعلى المركز الأول. الصدارة للشمان.